صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح معاكم لمده ساعتين. النهارده السبت بدايه الاسبوع 18 يناير 2020، بدايه اسبوع جديد يا رب يكون سعيد علينا كلنا. صباح الخير يا عم. صباح الخير يا لا، صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الامل، صباح السعاده، صباح العمل. يوم جديد ان شاء الله على حضراتكم، اتمنى ان شاء الله يكون يوم خير على الجميع. النهارده ان شاء الله معانا فقرات متنوعه بنبتديها باذن الله. في طبعا دراسه حديثه بتؤكد ان النوم مهم جدا، والاكتئاب يعني بيكون الناس اللي بتنام ساعات قليله للاسف الاكتئاب بيكون حليفهم دايما وبيكون معاهم يعني، لكن اللي بينام ساعات كويسه او ساعات يعني لا يقل عن 8 ساعات في اليوم وكمان بدري شويه اعتقد بيكون يومه افضل وحياته افضل بشكل كبير. احيانا جربت الموضوع ده لاول مره امبارح لما بدري. طب كويس، اول مره نام كويس. صباح التفاؤل كده، صباح التفاؤل ايه، ولا مشيت النهارده. هي طبعا يعني اضرار عدم النوم او عدم الانتظام في النوم اضرار كتير، منها طبعا الاكتئاب ومنها كمان السمنه، يعني ده اللي كتير ممكن ما يكونوش منتبهين ليه، وامراض تانية كمان زي داء السكري. يعني هنحاول نتكلم النهارده في روشته طبيه صحيه كده عن مواصفات ازاي النوم الجيد، وازاي الانسان يعني يكون في معايير قبل النوم، يعني لازم مثلا الاكل قبلها بكام ساعه عشان يبقى في نوم جيد، ولازم ما يكونش في انشطه ثقيله في السرير يعني يعني الاقامه بتبقى هناك في السرير في المطبخ. بالظبط، احنا هنحاول بقى نقول الروشته الطبيه الصحيحه في الموضوع ده معاكم من خلال الدراسه الحديثه اللي بتتكلم عن اضرار عدم النوم ده، بالاضافه الحقيقه لموضوع اخر خاص بالسياحه. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي الموسم الشتوي ابتدى خلاص في السياحه، وتحديدا الاقصر واسوان يعني يمكن من ابرز الاماكن والمقاصد السياحيه في هذا التوقيت من العام. الحقيقه في يعني هذا التوقيت ايضا كان بيتم امبارح تنظيم ماراثون رياضي ل 270 متسابق من 20 دوله حول العالم، ماراثون مصر الدولي. ده كان امبارح في محافظه الاقصر، تحديدا في البر الغربي وامام معبد حتشبسوت. طبعا يعني حدث اكيد ليه دور كبير في الترويج السياحي والقاء الضوء على الاقصر والمعابد والاثار المصريه القديمه الرائعه في ظل طبعا الاجواء. يمكن احنا هنا بنعاني من بروده الجو، لكن هناك الحقيقه الجو اكيد افضل كتير في هذا التوقيت. الحمد لله كمان يلاقي الموسم السيادي موسم ممتاز وصحيح مؤشرات ايجابيه جدا. كان لسه معنا حوار في صباح يوم الخميس اللي فات بيقول لك ان ما فيش اوضه لا في الاقصر ولا اسوان، صحيح كل الاشغالات كلها كامله 100% في الاقصر واسوان. ان شاء الله تكون عام سياحي خير على مصر باذن الله. الحمد لله عام 2019 كان عام جيد جدا في السياحه، نتمنى ان شاء الله عام 2020 يكون عام افضل باذن الله في السياحه في كل مكان. كمان يكون عندنا وقفه رياضيه، وقفه اقتصاديه نشوف مع حضراتكم مستجدات في كل مكان، وكمان هيكون معانا وقفه في بلاط صاحبه الجلاله نشوف فيها المستجدات في كل مكان مع الصحف الصادره صباح اليوم. كل ده هنبتدي معاكم وفقره الاخبار والتقارير المتنوعه، لكن بعد الفاصل. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن سؤال مهم جدا ناس كتير بتساله، انا ليه بتخن في الشتاء او ليه وزني بيزيد في الشتاء وليه باكل كتير في الشتاء؟ ليه باكل كتير في الشتاء؟ نتيجه ان الجسم بيستهلك طاقه اكبر عشان يديله الشعور بالدفء، او عشان الجسم يحس ان انت مش سقعان، فبالتالي انت بتستهلك معدل كالوريز اكبر، فانت بتاكل كميات اكبر، فالكميات دي فوق احتياجاتك بيبدا الجسم يخزنها. لكن لو انت اكلت في الشتاء بنفس النسبه اللي جسمك محتاجها الجسم مش هيزيد. تاني حاجه، الناس ليه وزنها بيزيد قوي في الشتاء؟ نتيجه ان الناس اول ما بتصحى بتاكل وجبات فيها كاربس كتير او كاربس عاليه عشان تديهم شعور بالدفء، او بتاكل بشكل غير منتظم، او مش بتشرب ميه كويس. كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الوزن يزيد في الشتاء، او تحس ان انت جسمك تقيل، او وزن نسبه الفاتس في جسمك تعلى. ازاي نتلاشى المواضيع دي؟ اول حاجه ان احنا نشرب ميه كويس، نشرب ميه اول ما نصحى من النوم، نشرب ميه اثناء التمرين، نشرب ميه على مدار اليوم. الحاجات دي كلها هتساعد ان حرق الدهون يكون اعلى وتدي لك شعور بالدفء. تاني حاجه، اننا نبدا ننظم النظام الغذائي بتاعنا على حسب مجهودنا وجسمنا، بمعنى ان شخص بيبذل مجهود في يومه عالي غير شخص ما بيبذلش مجهود خالص. النسب مختلفه، اللي بيحرق 1900 كالوريز غير اللي بيحرق 3000 كالوريز.
ثالث حاجه نبدا نلعب رياضه حتى لو هنتمشى في اليوم من 30 ل 60 دقيقه. رابع حاجه ودي من الحاجات المهمه جدا، انظم النظام الغذائي بتاعي على مدار اليوم، يعني ما اكلش وجبات كبيره قوي في الليل او ما اكلش وجبات كبيره قوي في وجبات كتير يعني صغيره، واكل وجبه يعني محتواها كتير، بمعنى ان انا مثلا بدل ما اقسم وجباتي على 5 6 وجبات اكل وجبه كبيره فيها الخمس او الست وجبات، فبالتالي وزني هيبدا ان هو يزيد. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، تابعوني في الحلقات اللي جايه. طبعا وزارات مصر المختلفه وبالتحديد طبعا وزاره الدفاع ووزاره الداخليه لا تقل جهدا اطلاقا لتقديم الخدمات لكل المواطنين بكافه السبل الممكنه. طبعا في هذا الاطار قدمت وزاره الداخليه دور انساني جدا للتواصل مع المواطنين في عدد من الطلبات. نتكلم تحديدا هنا عن الخدمات الانسانيه والطبيه بسائر محافظات مصر من بينها اجراء جراحات لثلاثه اطفال. خلينا نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تفعل وزارة الداخلية دورها الإنساني والاجتماعي، فها هي تلبي استغاثات المواطنين لتلقي العلاج بمستشفيات الشرطة، إحداها لطفل يعاني منذ سنوات من إصابة في قدمه وصل به الحال إلى إمكانية بترها، استقبلته مستشفى الشرطة بالعجوزة وأجرت له عدة عمليات جراحية على مدار شهور حتى تعود القدم لحالتها الطبيعية دون الحاجة للبتر، وهو ما نجح فيه أطباء المستشفى. العمليات المتتالية دي كانت تنظيف للركبة وتنظيف لعظمة الفخذ وتركيب جهاز الزاروف وهو جهاز مثبت خارجي، ثم بعد كده أجرينا للطفل عملية شق عظمي. الشق العظمي ده كان الهدف منه ان احنا نعمل اصلاح للعوجاج اللي موجود في الطرف السفلي عنده، وبالمزارع المتتالية قدرنا نحدد نوعية البكتيريا اللي موجودة واخدنا المضاد الحيوي اللي يقدر يقاوم البكتيريا اللي موجودة جوه. لم تتوقف المساعدة الطبية للطفل عند إجراء عدة عمليات له، ولكن تم مواصلة رحلة العلاج من خلال العلاج الطبيعي داخل المستشفى بواسطة أطباء مختصين. أنا دلوقتي بقيت أحسن وبمشي كويس جدا، والحمد لله نفسيتي مرتاحة جدا وبمشي أحسن من الأول بكتير. عملت استغاثات كتير جدا على الفيسبوك واستجاب ليها وزارة الداخلية، الحمد لله دخلوني مستشفى الشرطة بالعجوزة، لقيت استقبال ما كنتش متخيلاه بصراحة. بعد ما كنت لفيت 8 سنين وكل الأطباء قرروا أن لازم بتر، كان أملي كله أن يقدر بس يعني لو اتعمل بتر يقدر يمشي كويس، لكن الحمد لله كلهم أكدوا لي أن البتر ده آخر حاجة ممكن نفكر فيها. بعد العملية الحمد لله نسبة الشفاء وصلت 80%، ودي النتيجة ما كنتش أتخيلها ولا كنت فاكرة أن أنا هوصل لكده أصلا، لكن هنا متبنين الحالة كاملة بدون أي مصاريف بدون أي حاجة. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية. كما استقبلت المستشفى طفل وطفلة يعانيان من ضعف في السمع ويحتاجان إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية، تم توفير الأجهزة السمعية للطفلة بينما أجريت عمليات زرع قوقعة ناجحة للطفل ليتمكن من التخاطب مع الآخرين. ودي تعتبر الخطوة الأولى في بداية رحلة العلاج الصحيحة بالنسبة لحالة أحمد، لأنه بالشكل ده هيقدر يستقبل الأصوات بصورة أدق
أدق وأفضل، تفسيره للكلام هيتحسن، وهنبدأ معاه جلسات التأهيل السمعي التخاطبي. جيت هنا مستشفى الشرطة وقابلوني أفضل استقبال الحمد لله، وعملوا الأشعة والتحاليل والفحوصات الكاملة لأحمد ابني، واتضح أنه فعلا بعاني من ضعف في السمع، والحمد لله عملنا زرع توقع. وبحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليه لنا يا رب ويطول في عمره كمان وكمان. بالنسبة لحالة شروق، هو طبعا القوقعة السمعية بتاعتها أصبحت بتعمل بانتظام، هيبقى عليها أو على الوالدين الالتزام معانا في وحدة التخاطب لإجراء الجلسات التأهيلية ما بعد عملية زراعة القوقعة. بصراحة الموضوع ما خدش وقت خالص، أنا أصلا ما كنت متخيل الموضوع ده يخلص كده أو الحاجة تيجي بالسرعة دي. شروق سمع حلو؟ سمع جديدة حلوة؟ هذه الحالات الإنسانية هي نموذج لما تقوم به الوزارة من دور إنساني ومجتمعي تحرص عليه وتفعله باستمرار، فهي تؤمن أن دورها الإنساني لا يقل أهمية عن دورها الأمني في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. طيب بنروح معاكم لمعرض أو مهرجان المسرح العربي اللي فاز فيه العرض الجزائري جي بي اس لفرقة المسرح الوطني بجائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان المسرح العربي اللي أصدى الستار على دورته 12 في العاصمة الأردنية عمان. بالضبط كده يا علاء، العرض من تصميم وإخراج محمد شرشال، ويمزج بين تقنيات المسرح والسينما والإيماءات والحركات لطرح فكرة ضياع الإنسان المعاصر وحيرته وصراعه الدائم بين المبادئ والأفكار وبين المواقف. وقد تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري خالد جلال، مع ختام الدورة 12 أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله إقامة الدورة القادمة من المهرجان في المغرب، وبتنظم الهيئة التي تنظم من الشارقة مقر أو تتخذ من الشارقة مقر لها المهرجان في بلد عربي مختلف كل عام بهدف تعزيز فن المسرح والارتقاء به. من العاصمة الأردنية عمان بنستكمل معكم جولة في بعض الأخبار العربية أيضا، وبنروح إلى ليبيا. ودعا خبراء الآثار في ليبيا السلطات المحلية إلى دعم جهود ترميم القصر الفاطمي في مدينة أجدبيا. بالضبط، ويعد هذا القصر أحد أهم المعالم الإسلامية في ليبيا لأنه يعاني من الإهمال رغم مرور أكثر من 1000 عام على إنشائه. القصر الفاطمي بليبيا أحد أهم الآثار الإسلامية، يعاني حاليا من الإهمال رغم مرور أكثر من 1000 عام على إنشائه، ويطالب علماء الأثار بدعم جهود ترميم القصر القديم في مدينة أجدابيا التي تقع غربي بنغازي. بلدة الوعي الأثري هذه عندنا في ليبيا كلها، يعني عدم الاهتمام بالأثار ونيل، لأن نحن ما زلنا ينقصنا الكثير من الوعي بقيمة الأثار وأهميتها. ويرى السكان المحليون في أجدابيا أن للقصر قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لليبيا ولكن لكل دول شمال إفريقيا لما له من قيمة تاريخية ورمزية كبيرة. القصر الفاطمي هو من أبرز المعالم في مدينة أجدابيا، حتى معظم المؤسسات والقطاعات يخدم في الشعار يخدم في الرمز هذا كشعار لنا. فعلى سبيل المثال عندنا القصر الفاطمي شعار للبلدية، شعار لمفوضية الكشاف، شعار لعدد من المؤسسات والقطاعات في المدينة. ويرى خبراء الآثار في ليبيا أن المبنى القديم تعرض لأضرار عام 2001 نتيجة عدم وجود وعي لدى المواطنين حول قيمة وأهمية الآثار في البلاد. جدير بالذكر أن القصر الفاطمي أنشئ بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الرابع بينما كان في طريقه إلى مصر. كان القصر وجهة للسائحين والباحثين من جميع أنحاء العالم قبل الثورة في عام 2011، إلا أنه أصبح الآن يواجه خطر الاندثار مما استدعى تدخلا من السلطات المحلية لإنقاذ ما تبقى من هذه الجوهرة التاريخية. نروح إلى الفلبين، ويعني طبعا عدد من الظواهر أو الكوارث الطبيعية اللي بتجتاح العالم، منها بنتكلم هنا عن البراكين. أجلت السلطات الفلبينية ما يقرب من 500,000 شخص بالقرب من العاصمة مانيلا بعد أن أطلق بركان تال رامادا، بعد أن يعني البركان طوله 14 كيلومتر انطلق في الهواء مما أثار مخاوف من إمكانية ثورة البركان. كمان المعهد الفلبين الخاص بعلوم الفلك والبراكين والزلازل أنه رصد انبعاثات ثابتة للأبخرة وانفجارات متفرقة من فوهة البركان الرئيسية، واستمر في رصد عشرات الزلازل في بلدات قريبة من البركان، وأضاف كمان أن مستوى الخطر
اللي بيشكل البركان ظل عند الدرجة الرابعة على مقياس من 5 درجات، مما يعني أنه من المحتمل حدوث انفجار بركاني خطير في غضون ساعات أو أيام قليلة. وقد أرسل الجيش حوالي 20 مركبة عسكرية وكمان حوالي 120 فرد للمساعدات في عمليات الإجلاء. وحث وزير الدفاع الفلبيني السكان المقيمين في المناطق القريبة من البركان على عدم تردد في المغادرة لمنازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى خوفا طبعا من حدوث زلازل في هذه المنطقة أو حدوث انفجار بركان. أما أستراليا طبعا اللي بتعاني الحقيقة من أسابيع من الحرائق، فبتضربها عواصف رعدية وفيضانات بتضرب أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا في وقت مبكر اليوم، ده أدى إلى إغلاق طرق، لكن البلاد ما زالت تكافح قرابة 100 من حرائق الغابات أيضا، وبعض المناطق ظلت جافة. طبعا موضوع يعني غاية في الخطورة ومستمر طبعا منذ حوالي أشهر، وما فيش طبعا نتائج ملموسة على أرض الواقع، ونفوق حوالي 1 مليار حيوان في هذا طبعا الحرائق اللي بتضرب الغابات. وبتتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكيونزلاند حاليا مع هطول أمطار شديدة، وتضررت الولايات 3 بشدة جراء حرائق الغابات اللي أودت حاليا حتى الآن بحياة 29 شخص ودمرت أكثر من 2500 منزل وأدت إلى احتراق ملايين الأفدنة. وأغلقت الطرق السريعة الكبرى في كيونز لاند في وقت مبكر صباح اليوم، في حين قطعت الكهرباء عن أجزاء من نيو ساوث وويلز بعد ليلة عاصفة. ورحبت خدمات الأطفاء في نيو ساوث ويلز بالأمطار، وقالت على تويتر أنها ستساعد في السيطرة على حوالي 75 حريق في الولاية من 25 لم يتم احتوائها حتى الآن، لكنها قالت أيضا أن بعض مواقع الحرائق لم تشهد هطول أي أمطار بعد، وبتشير التوقعات لاحتمال هبوط المزيد من العواصف على فيكتوريا اللي ضربتها بالفعل عواصف شديدة ودخان جراء حرائق الغابات. واليوم أكثر من 10 حرائق ما زالت مشتعلة في فيكتوريا، لكن تم رفع أمر إجلاء بسبب وقوع الحرائق في هذه المنطقة الجبلية. في الصين اكتشاف 4 حالات جديدة لفيروس كورونا ده أو الالتهاب الرئوي، وبيعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس كورونا، وده تم اكتشافه في مدينة ووهان في وسط البلاد. وقالت لجنة الصحة في ووهان في بيان أنه تم تشخيص الأفراد 4 بالالتهاب الرئوي وأن حالتهم مستقرة. لا برضو الموضوع بيطور نفسه، صحيح الموضوع بيتحور يعني هو فيروس كورونا بس من نوع جديد ومن فيروس مختلف، والفيروس حور نفسه وبقى في طور تاني خالص لان هم كانواش عارفين يشخصوه في الاول. وفي حاله كمان ظهرت في تايلاند بالمناسبه يعني، واصيب حوالي 50 شخص حتى الان بهذه العدوى. بتقتصر حالات الاصابه على افراد سافروا او عاشوا في ووهان، لكن منظمه الصحه العالميه حذرت المستشفيات في مختلف انحاء العالم من احتمال اتساع رقعه تفشي هذا الفيروس. وبتسعى منظمة الصحة العالمية والصين ودول أخرى إلى الحيلولة دون انتشار الفيروس قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع المقبل، واللي بيسافر خلالها كثير من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى الخارج. وهي كمان وتايلاند هي تاني إصابة فيها بالالتهاب الرئوي يوم الخميس الماضي، وهي المرأة الصينية تبلغ من عمر حوالي 74 عام من مدينة ووهان. وتتوقع تايلاند ما يقرب من 1 مليون زائر صيني خلال عطلة رأس السنة القمرية وكثافة من إجراءات المراقبة في المطارات اللي بتستقبل رحلات من ووهان. وسلالات فيروس كورونا يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد سارس. بس نتكلم عن الصين، وبالفعل ده موسم أجازات وعطلات، ففي أكبر بيعد أكبر هجرة بشرية داخلية سنوية في العالم، ده بيكون مع اقتراب العام القمري الجديد. بيتدفق مسافرون صينيون على محطات القطارات والمطارات، بتعد طبعا هذه الأعياد فرصة للم شمل الأسرة وإقامة الولائم الوفيرة. بالضبط، كمان وزارة النقل الصينية تقدر أن تدفق المسافرين خلال هذه الأعياد في الربيع حوالي 3 مليار رحلة، حيث بدأت فترة الأصفار هذا العام في 10 يناير، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم 18 فبراير بعد يوم رأس السنة القمرية الجديد في يوم 25 يناير. نشوف تقدم حضرتك. هو طقس سنوي بجميع أنحاء الصين، بل ويعد أكبر هجرة بشرية داخلية سنوية في العالم. فمع اقتراب العام القمري الجديد يتدفق مسافرون صينيون على محطات القطار والمطارات، حيث تعد هذه الأعياد فرصة للم شمل الأسر وإقامة الولائم الوفيرة.
وزارة النقل الصينية تقدر أن تشهد هرولة السفر خلال احتفالات الربيع لحوالي 3 مليارات رحلة، حيث بدأت فترة الأسفار هذا العام في 10 يناير، ومن المتوقع أن تستمر حتى 18 فبراير بعد يوم رأس السنة القمرية الجديد في 25 يناير. عادة ما تقول التقارير الإخبارية على شاشات التلفزيون إن الناس في محطات السكك الحديدية يشبهون الطعام في القدر، لذلك نحن عادة لا نسافر خلال عيد الربيع. بالنسبة للعمال المهاجرين الذين يعملون في مدن بعيدة عن الوطن، قد تكون هذه هي المرة الوحيدة في السنة التي يمكنهم فيها رؤية أقربائهم، بينما تضيف شركة السكك الحديد في البلاد قطارات جديدة لاستيعاب المسافرين خلال تلك الفترة التي تعد وقت الذروة. بالرغم من وجود مزيد من رحلات القطارات، ما زلت أشعر أنه لا يوجد ما يكفي خلال عيد الربيع، لأن عدد العمال المهاجرين في بكين ضخم. وسيتم اتخاذ احتياطات إضافية مع رحلات هذا العام، حيث تفشى التهاب رئوي فيروسي في وسط الصين. في مدينة ووهان تم تشخيص 41 شخصا مصابا بنوع جديد من الفيروسات التاجية كورونا، وهو مجموعة من الفيروسات لها عواقب تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض الخطيرة مثل السارس. في الحقيقة طبعا في واحد محظوظ، يعني نشوف خد كام دلوقتي. اشترى أحد هواة جمع المقتنيات عملة سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن، وتعود لعام 1937، وذلك مقابل 1,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 1,310,000 دولار، مما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق. وكانت العملة واحدة من 6 عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في 1936، وكان مقرر إنتاجها للتداول اعتبارا من أول يناير عام 1937. لكن الملك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر عام 1936 ليتزوج الأمريكية واليس سيمون، الأمر اللي أدى إلى إلغاء الإنتاج الواسع للعملة. وبتزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراط بتزن 7 جرامات و98 من 100، وهي أصغر وأخف قليلا من الجنيه المعدني الحالي. وقالت ريبيكا مورغان رئيسة خدمات هواة جمع العملات ومصلحة سك العملة أنه اللي بيرجع تاريخها إلى 1100 عام، أن العملة السيادية لإدوارد الثامن واحدة من أندر العملات وبتحظى بأكبر اهتمام في العالم، وبالتالي ليس غريبا أن تسجل رقم قياسي جديد بين العملات المعدنية البريطانية. أنا مش شغلني موضوع العملة دلوقتي، أنا شغلني يتنزل على العرش، عايز أشوف بقى صورة والي سيمسون اللي هو يتنزل على العرش عشان صحيح يعني يتنزل عن عرش بريطانيا عشان يتزوج واحدة. قصة غريبة فعلا. ده اللي شغلني الموضوع دلوقتي. قام أعضاء منظمة غير حكومية في جنوب أفريقيا بابتكار قوالب طوب لبناء المساكن عبارة عن زجاجات بلاستيكية ممتلئة بالورق، في إطار جهود المنظمة للمساعدة في إيجاد حلول لمشاكل إدارة القمامة في العالم. ومات بيكر هو الشريك المؤسس لمنظمة ويست إي دي، واللي تأسست عام 2012. إلى جانب أنشطتها التعليمية والاستشارية، كانت من أول الجهات اللي استخدمت قوالب طوب البناء الصديقة للبيئة في جنوب أفريقيا. وبتتكون هذه القوالب من زجاجات بلاستيكية من أحجام مختلفة مملوءة بمواد غير قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام، لتجعلها قوية بما يكفي للاستخدام في بعض أشكال الإنشاءات، واستخدمت لأول مرة في غواتيمالا من حوالي 30 عام. وبتعمل ويست إي دي مع بيتر ماكلنتوش مؤسس مجموعة البناء الطبيعي لبحث تفاعلات قوالب الطوب الصديقة للبيئة عند تعرضها لمختلف الظروف المناخية وباستخدام أنواع مختلفة من الطين، وقاموا باختبار مقاومتها لألسنة اللهب وقابليتها للعزل الكهربائي وعوامل رئيسية أخرى. وذكرت إدارة شؤون البيئة في جنوب إفريقيا العام الماضي أن 78 مليون طن من القمامة يتم التخلص منها كل عام في 826 مكب للنفايات موجودة في أنحاء جنوب إفريقيا. يعني فكرة جديدة برضو طوب أو طوب الصديقة للبيئة دي. حلوة. لا وشكل الفيديو ظريف كمان، يعني ممكن تبقى فكرة واقعية جداً.
بس يعني مدى تحملها بعد. لا ومدى طبعا في مصر هل هي قابله في المطر يعني قابله تنفيذه؟ وانت عارفه عندنا واحد مثلا عريف كده يحط ايده على الحيطه ممكن تاخده وتقعي. بس هي محاولات طبعا لمواجهه ظاهره التغير المناخي اللي بتاثر على العالم كله اكيد. طيب خبر برضو من الخبر الخاصة بالحيوانات، احتفلت حديقة حيوان في بلجيكا بميلاد أنثى زرافة، بينما أصدرت الجمعية الملكية لعلوم الحيوان شريط فيديو بيظهر الزرافة الأم المسماة بباربي وهي بتضع مولودها الجديد. زرافة باربي ولدت بعد فترة حمل استمرت 15 شهر وبلغ طولها 2 متر، وبيأتي اختيار الاسم بعد ما تقرر أن جميع الحيوانات التي ستولد في حديقة الحيوان هذا العام سيكون لها اسم يبدأ بحرف V. ووفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية تعتبر الزرافات نوع ضعيف لا يزال واسع الانتشار في جميع أنحاء جنوب وشرق إفريقيا، ولكنه انقرض في ريتريا وغينيا والسنغال وغيرها من الدول.